احلى المدرب باتريك سابا. كوتش اول شيء مبروك اليوم فريق بيروت كان كتير منيح ولا فريق الانطونيه بالاختيار اللي اختاروا التشكيله الاجنبيه اللي ظهرت بصوره نكون صريحين متواضعين يعني؟ اكيد 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 يعني انا كنت قلت لما انه هذا سيف ذو حدين يعني يا بيأذيون يا في يأذينا لنا يعني احنا عملنا شوية سكاوتينج عليهم أكيد. يعني جبنا شوي كانوا يلعبوا برا بس كمان بدنا نعطي كريدتس لنادي بيروت اكيد عن جد مين ما عم بيفوت من البنش اصلا تبليش 12-0 ران يعني باربع اربع اربع 3 بونس ورا بعض بس صراحه اذا بتعرف شو حكينا باللوكز على تايم كنا اب باي 16 على الهاف يمكن هيدا ما بيعني شيء لكن بلشنا 12-0 وجربوا يرجعوا كمان وحقهم انه اكيد واخر شيء يعني صاروا بحطوا بريشر بثالث هاف بس الحمد لله يعني عن جد طبطنا عم تبرم بشكل كتير حلو كله عم بيكون عنده دور عارف دوره هيدا المهم هارد لك للأنطونية ان شاء الله بيرجع عن جد بيزبطوا امورهم لانه فريق بلش كتير منيح بالبطوله الف مبروك لنا يعني ما بعرف شو بدي احكي خلص ما بأثر اول شيء عن جد بيرفورمنس كتير حلوه فريقك عم يلعب فريقك بالفعل كتير منيح عم يفرجي ثبات هذا ثالث انتصار متتالي لكم يعني بلشتوا بثلاث خسارات لكن رديتوا بثلاث انتصارات هذا حيكون في بريك اسبوعين لانه منتخب لبنان عنده تحضيرات طبعا رح يبلش بكره التمرين انت بعدك اسيستنت كوتش لا انا اعتذرت لانه صراحه في كتير لود والكوتش ما حق بده يعمل معسكر داخلي انا ما فيني التزم أوكي. يعني بدنا ننام بالاوتيل وهيك بتمنى له كل التوفيق هيدا منتخبنا كلنا أكيد. لكل لبنان ان شاء الله يتوفقوا وهيك بس البريك ان شاء الله هالبريك ما تاذي الفرق ان شاء طويل الله طويل لانه ما هين تو ويكس شوي يعني تقريبا انا بدي اشكرك بالفريق مبروك من جديد.